مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الآن مع هذه السيدة مسنة اللي كتعيش واحد الظروف جد صعبة، كارية غير هذا البيت في السطح كيف ما كتشاهدوا، ما عندهاش باش تخلص الكرا ديالها، مجموع عليها الكرا، محتاجة العملية مستعجلة على العينين ديالها. كنعرفوا أن الناس فاش كيكبروا في السن كيخصهم بزاف ديال الأدوية، بزاف ديال الأمور. هذه السيدة ما عندهاش اللي غادي يصرف عليها ولا اللي غادي يدير لها هذه العملية، عندها جدالة في العينين ديالها. كنتمنى الله يجازيكم بخير أنكم تبارطاجيو هاد اللايف، يعني راه غديروها في المكانه ديال الام ديالكم. ما يمكنش شي واحد غيشوف الام ديالو محتاجه شي عمليه وما غاديش يدير عليها. كنتمنى الناس اللي في القدره ديالهم انهم يساعدوا هاد السيده يديروها مهمتهم ويساعدوها. السلام عليكم مهمتي، شنو المشكل اللي عندك وشنو النداء ديالك؟ المشكل ديالي هو العينين، ما كنشوفش وما كنلف ما كنخرجش، عيانه عندي ناس تاع شويه خصني نبرك. شنو المشكل اللي عندك في عينيك مولاتي؟ جلالة دي عندي السكر، انا دي جلالة السكر. وجلالة شحال هي فيك دابا من مدة؟ اي راه شحال هادي، وملي مات ليا واحد الوليد مع البكا وداك الشيء صافي، ما بقيتش عقلت على راسي. داك الولد هو اللي كان هو اللي كان هازني وكان واقف جنبي وكان داير معايا، وملي ضاع ليا انا ضعت معاه. استغفر الله، يعني ما انت وليتي باش تعيشي ظروف صعيبة من بعد الموت ديال ولدك. مش ولدي شديت راه صعيبة بزاف، وعاد الكره تجمع عليا. شحال تجمع لك ديال الكره؟ لا من جمعت عليا راه 18000 ريال هادي، وخويا المحل انا ما بقيتش باركه فيه. 18000 ريال شحال شحال من شهر ما خلصتيش دابا؟ تقريبا ما عرفتش شحال من شهر، ما عقلاش 18000 ريال اللي خاصك تقريبا كل شهر باش تخلصي هاد البيت هذا. في شهرين ولا 3 شهور جمعت عليا ديك 18000 من الدار، قال لك خلصي ولا خوي. المهم هي هذيك خويت فيها في الجنة، سكننا في هذا البيت ومتي في السطح. معنديش باش نخلص دابا مولاتي، محتاجة العملية على عينيك ضروري. هاد العملية ما عرفتيش شحال دايرة هاد العملية؟ مازال ما شفتيش شي طبيب؟ ما عنديش باش نمشي للطبيب باش انا نشوف، وعيانة ما كنخرجش. دابا راه جاي العميل اللي ما خرجش للزنقة، الزناقي ما كنعرفهمش فين كاينين. علاش مولاتي ما كتخرجيش؟ ما نقدرش نهود في الدروج، ما نقدرش نطلع الا جاتني الضرورة على شي حاجة، على الدواء ديال الانسولين بغاو تيشوفوني عاد يعطيو عليا. يعني محتاجة للعلاج ومحتاجة اللي يعاونك حتى في الكرا اللي تجمع عليك. تجمع عليا كلشي، تجمع عليا ما بقيت عارفة ما ندير لا ما نقدم ولا ما نوقف. دابا لا قدر الله لا قال لك ضمول الدار خرجي، ما عندك مهمتي فين غتمشي؟ غتشردي للشارع؟ فين نمشي؟ ما بان ليا فين نمشي، وانا وحدانية. الراجل كان خدام معاه في المارشي عطى المعاش وعيار. ترى الزوج ديالك راجل كبير. العشاء على الله والغدا على الله، كاين النهار اللي ما ناكلوهش كاع. ايوا الحمد لله، الشيء اللي قسم الله مرحبا. شنو محتاجة مهمتي انت دابا حاليا؟ شنو محتاجة؟ شنو محتاجة؟ شنو بغيتي الناس المحسنين اللي غيديروك بحال مهمتهم وغيعاونوك، شنو تبغي تقولي لهم؟ شازوني عويناتهم الاولين وصحيحتي. الصحة راني مشنقة من الظهر ومن ضلوعي ومن جنابي، ما كنقدرش نوقف، انا دايرة عكاز نعكز عليه. يا لا اله الا الله، جيت شوفي الحجز، راني محتاجه لكل شيء. انا حوايجاتي ما صايبه فين نديرها، ما راه مكلفين. وحتى هاد السكنه ما نجي ما عندك باش تخلصيها، واخا تا السكنه راه غير بحال براكه في السطح. البراكه راه في 16، الراجل راه كيطلع. هبطي من شويه الميكرو نقاتل الراجل راه كيطلع، راه 16 راه نشوفو في الكمون الدار ما يعقلش عليا. عملوا قول في العيد كبير ما عيدش كاع، هذاك الشيء اللي جمعنا عطيناه الكرا كان بلا عين. طب مهمتي النداء ديالك للناس اللي في قلوبهم الرحمه واللي قادرين انهم يعاونوا، شنو تبغي تقولي لهم؟ والله يجازيهم بخير، الله يدير حسابهم. اللي حن فينا الله يحن فيه، الله يجعل ربي يحن علينا. احنا عخوت، الله يجازيهم بخير. ما عندي اش نقول لك بنتي، راه الله اللي مطالع بيا، راني كنهضر معاكم عارفه ما نقول. يعني ولكن مهمتي اهم حاجه في الحياه هما العوينات، يعني ضروري خاصك ديري العمليه، ضروري هاد العمليه ديال الجلاله خاصك ديريها. ما كرهتش بنتي، ما كرهتش، الله يجازيكم بخير، الله يدير بحسابكم. مهمتي النمره 06، قولي معايا 06 06 48 لا 06 17 هادي اللي فيها 06 17 قولي موراي 06. واش النمره ديالي ولا ديالك؟ دير فيها الواتساب غنقول لها مهمتي.
نمره ديال هاد السيده هي 06 17 86 05 85. فالواتساب مهمتي هاد النمره هادي خدينا مع عند السيده اللي اللي غادي تكلف باش نديرو النمره ديالها، حيت انت مهمتي ما عندكش الواتساب، داكشي علاش 06 17 86 05 85. يعني مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما كتشاهدوا معنا حنا الان مع هاد السيده هادي، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو اللايف، عاونوها، ساعدوها، حيت فعلا محتاجه لكم انكم توقفوا معها، محتاجه العمليه على العينين ديالها، حيتاش عندها جلاله عاد الكرا اللي مجموع عليها، هاد الكرا مجموع عليها 14000 ريال. المهم انت كتخلصي في هاد البيت في الصح 16000 ريال ما عندهاش باش غادي باش غادي تخلصوهم، مجموع عليها الشهوره خاصها تخلصهم، حيت كنعرفوا ان اللي كيكون عنده شي دار اللي كاريها كيقول لك يا خلصي يا خرجي. فين غادي تمشي هاد السيده هي والزوج ديالها اللي ناس كبار في السن، عاد الابن اللي كان هاز راه توفى ياك، المهم شي الله يرحمه، يعني كيف ما كتشاهدوا معنا الظروف الصعيبه، الله يرحمه، المهم شي الله يعوض بحبته بالصبر، الله يرحمه. هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو في مباشر اخر، بسلام عليكم.